السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم وصفتنا راح تكون عن مربى المشمش البيتي الطبيعي والبسيط جدا. مقاديرنا اليوم بدي 4 أكواب من المشمش بدون بذور، وراح استخدم نفس هذا الكوب، كوب البيت عندكم المج تبع القهوة، وبنفسه راح استخدم 2 كوب من السكر وتقريبا 1 ملعقة صغيرة من عصير الليمون. الفكرة كالتالي انه انا اضيف السكر على المشمش، طبعا هذا المشمش مغسول وما فيهوش بذور، وبعديها لازم اخلط المشمش مع السكر مع بعضه حتى يتجانس كله، بعدين ارفعه على النار من دون إضافة أي مقدار من الماء. إذن ممنوع إضافة الماء هون، وأبدأ أطبخه. تقريباً راح يحتاج من 1 ساعة إلى 1.5 ساعة مع ملاحظة التحريك المستمر أثناء عملية الطبخ حتى لا يلتصق المشمش أو الدراق. طبعاً فينا نسوي دراق أو مشمش هون في هاي المربى. هون رايح أضيف كل مشمش في طنجرة حتى أبدأ عملية طبخة. يستحسن أني أترك هذا المشمش مع السكر لمدة تقريبا 1/2 ساعة قبل عملية الطبخ. خلونا نضيف السكر مع المشمش الآن كما شايفين، وبعدين راح أرفعها على النار مع عملية التحريك المستمر حتى يصير في عندي عملية غليان. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبلش عملية الطبخ. بعد عملية الغليان من دون إضافة أي نوع من الماء زي ما أنتم ملاحظين، رايح أضيف 1 ملعقة من عصير الليمون. بدي أظل أحرك فيه بين الفترة والأخرى لمدة من 1 ساعة لساعة ونص، أكثر شوي أقل شوي، وكمان مع ملاحظة أني لازم أشيل كل الريم اللي حيطلع عندي على وجه المربى من هون لساعة ونص أو ساعة تقريبا حتى يصير في عندي عملية تعقيد لمربى المشمش. بعد عملية الطبخ لمدة ساعة ونص أقل أكثر، رايح يبلش عندي يتكون مربى زي ما انتم شايفين، وصار جاهز وعقد منيح الآن. وهو سخن لازم أبدأ في عملية إضافة المربى داخل المرتبانات حتى تتعقم عندي جوا منيح، وأهم شيء تكون المرتبانات من جوا ناشفة 100%. فبسم الله الرحمن الرحيم، وبنضيف المربى داخل. بعد الانتهاء من عملية تعبئة المرتبانات في المربى وهو ساخن، الآن لازم أعقمه. إذا في عندي مي بتغلي هون، راح أضيف المرتبانات وهي مسكرة داخل الماء الساخن اللي عم بغلي لمدة تقريباً 10 دقائق، هو طبعاً عملية غلي. بعديها بيكون جاهز عندي المربى وجاهز إنه يتبرد ويتقدم، لكن بنصحكم تحفظوه داخل الثلاجة لأنه فيهوش أي مواد حافظة، هو مربى طبيعي. بعد مرور 10 دقائق رايح، هذا هو طبعاً المربى اتعقم، وإن شاء الله بشوفكم بوصفات جديدة وأفكار جديدة، استنوني إن شاء الله.